Okay, so let's start or let's remember what we need. الأول نبص كده إيه اللي إحنا محتاجينه نفتكره أو نراجعه قبل ما نبدأ lesson الجرامر. هو أنا هاخد مجرد تكملة بسيطة جدا للسن أساسي اسمه comparative and superlative and equality in adjectives. طب تعالوا نفتكر أهم الحاجات الخاصة بي. لو أنا عايز أتكلم عن comparative أو عايز أقارن مجموعة بنعمل إيه؟ تعالوا نفتكر سريعا كده. هو أنا لما بيكون عندي اتنين فبستخدم في الحالة دي الأدجكتيف اللي بيكون معاها ER، زي مثلا لما يكون في اتنين طوال بس واحد أطول من التاني فهقول taller taller، هو ده أطول من ده، يبقى he is taller than him. He is taller than him. أوكي، يبقى taller than عشان أقول أطول من. في adjectives تانية كانت بتبقى adjectives طويلة فيها syllables كتير زي expensive، ما كانش بينفع نحط لها ER، فكنت بحط قبليها more أو less عشان تبقى معناها أغلى أو أقل، يعني برضو بنحط معاها زين عشان كنا بنقارن ما بين حاجتين. يعني لو ساعة أغلى من الخاتم كنت هقول the watch is more expensive than the ring، أو the ring is less expensive than the watch. يبقى كنت بستخدم دول عشان أعمل comparative أو مقارنة بإن مين أكتر من مين أو مين أقل من مين. وإذا كانوا الاتنين زي بعض كنت بستخدم حاجة اسمها as وأحط الأدجكتيف هنا في النص. يعني لو هما الاتنين طوال زي بعض بالظبط يبقى هقول he is as tall as his brother، ولو مش طوال زي بعض كنت ممكن أنفيها بnot، he's not as tall as him. ولو حاجة برضو من الصفات الكبيرة كنت بحطها برضو عادي expensive ما بين as، يبقى اللي ما بين as دي adjective، الحاجة دي غالية زي الحاجة دي بالظبط، يبقى it's as expensive as a watch، يعني هما الاتنين غاليين زي بعض. كنا محتاجين نفتكر دول علشان نعرف ايه الجديد اللي احنا عايزين نضيفه النهارده. الجديد النهارده ان احنا هنحط حاجه اسمها degree. الديجري يعني الدرجه، درجه المساواه قد ايه، ثلاث درجات هنستخدمهم حسب هل في اختلاف او لا. نبدا الاول لما يكون في اختلاف كبير جدا، يعني مثلا تعالوا نشوف الاكزامبل ده. You will plant these trees ليه؟ to have a far better environment. هو already مستخدم هنا comparative اسمه better. طيب تعالوا نحذف far شوية، فلو من غير far كانت الجملة هتقول ايه؟ ان البيرز دي محتاجة ايه؟ needs to have a better environment. الطيور محتاجة بيئة أفضل. Better environment. Better environment. Okay. لو الفرق اللي هو محتاجه كبير يبقى هنستخدم for. يبقى for بتزود لي درجة better. هو محتاج بيئة أفضل. يبقى better environment. بس الواضح إن البيئة اللي هو عايش فيها صعبة جدا. يبقى هو محتاج بيئة أفضل بكتير. فهستخدم for قبل الكومبراتيف، for قبل الكومبراتيف عشان تعمل لنا كومبراتيف بدرجة كبيرة. يعني اللي احنا كنا لسه بنقول عليه دلوقتي أحمد is taller than علي، لو حطيت for قبل taller معناها إنه أطول منه بكتير جدا. يبقى for أول واحدة من الاستخدامات بتاعتنا لتحديد درجة المقارنة قد إيه هي كلمة for. يبقى أول واحدة أهي هي for علشان تعبر عن big difference، اختلاف كبير جدا. أوكي تعالوا بقى نجرب تحت كده، بيقول لي إيه another slightly more challenging.
more challenging. احنا عايزين نقول انها حاجه interesting اكتر، يبقى more challenging more interesting، بس مش فرق كبير. A small difference, a slight difference, a small difference. يبقى في الحاله دي هحط slightly. Slightly اللي هي هتديني معنى انه فرق بسيط جدا مش فرق كتير. يعني مثلا برضو نفس تولر اللي احنا كنا بناخدها، احمد is taller than علي، احمد is slightly taller than علي، معناها انه هو اطول منه بس حاجة بسيطة قوي، ممكن يطلع سنتي او اتنين، لكن far هو اطول منه بعشرة سنتي على الاقل. يبقى احط far قبل الكمبيراتيف والعكس اني احط slightly، يبقى كده عندي الاتنين العكس بعضهم، far و slightly قبل الكومباراتيف. الكومباراتيف اللي هي الادجكتيف ER او الادجكتيف مور او الادجكتيف لس، يعني اكتر بكتير جدا او اقل بكتير جدا، يبقى احط فور. اكتر حاجة بسيطة او اقل حاجة بسيطة، يبقى احط سلايتلي. مكانهم فين؟ قبل الكومباراتيف نفسها، قبل الكومباراتيف ادجكتيف نفسها، اهو فور بيتر سلايتلي مور تشالنجينج. Okay. دي كده أول part. يبقى عرفنا slightly للاختلاف البسيط، far للاختلاف الكبير، far better environment، slightly more challenging. Okay. ده كده أول difference كده بالنسبة لنا. طيب زي ما في slightly وفي far، فعندي كمان كلمة تانية اسمها almost. Almost جاية مع as is. Almost as is. Almost as is هي almost عاملة زي slightly. يعني احنا عايزين نقول as much as بتديني المساواة زي ما اتفقنا، يبقى as is بتديني المساواة. يعني زي بعض بالظبط. بس هما مش زي بعض قوي. مش زي بعض قوي. اروح حاطط قبليها almost. Okay. لقيت يعني الاثنين دول طوال زي بعض. يبقى as tall as. ده طويل زي ده. بس مش قوي يعني. اروح حاطط بس قبليها كلمة almost. Almost as tall as. Almost as much as. Almost مع as is. يعني هنهما زي بعض بس يعني مش قوي. زي بعض الى حد ما. فاستخدم كلمة almost. يبقى كده اخدنا for. واخدنا slightly. واخدنا كمان almost. اللي هستخدمها مع as is. طيب زي ما في كمان دول، فهيكون عندي كمان حاجة تانية اسمها exactly the same as. هي أصلا اسمها the same as. إيه ده the same as؟ هي عاملة زي as is. بس تعالوا نفتكر حاجة. As is في النص هنا adjective، يعني as tall as. أما the same as هي نفس المعنى نفسها، بس the same as لو هنحط هم زي بعض في إيه، يبقى هنحط هنا النوين. تعالوا ناخد example كده. ها ده سنه زي ده بالظبط، يبقى هنقول إيه he's. okay. he's young as young as his brother. تعالوا بقى نعملها ب the same. يبقى he has the same age as his brother. يبقى اللي بيجي بعد the same noun من الادجكتيف، يعني لو هما الاثنين طوال زي بعض as tall as. the same يبقى the same height as، وده محتاج مننا طبعا table الadjective والnoun يكونوا معانا قدامنا، نقدر نحفظ منهم على قد ما نقدر عشان نبقى عارفين ايه النوين من tall height. طب ايه النوين من heavy weight. طب ايه النوين من deep depth. طب ايه النوين من wide width وهكذا. تمام يبقى بجيب النوين مع the same. طيب يبقى لما يكونوا زي بعض استخدم the same. يعني هو هنا عايز يقول ايه زي ما شفنا الاكزامبل دي، ان هم بيواجهوا نفس التهديد. يبقى the same threat اهي noun اهي as.
the same threat as the rainforest. هو كده قال إيه؟ إن the Amazon face exactly the same threat as the rainforest. الأمازون بتواجه نفس التهديد اللي بتواجهه rainforest. تأكيد بقى، مش نفسه قوي ولا نفسه، لا نفسه بالظبط بالظبط. رحت حاطط كلمة تأكيدية اسمها exactly قبل the same as، فبحط exactly قبل the same as علشان أوضح إنها مش بس زيها، دي زيها بالظبط كمان. تمام، يبقى كده إحنا أخدنا مجموعة من التأكيدات اللي بتأكد لي الـ adjectives خصوصا في الكومباراتيف والسوبراتيف. تعالوا نعمل بقى سامري كده، ملخص للسون ده علشان نتأكد إن إحنا كده قدرنا نفهمه ونستوعبه بشكل دقيق. أوكي، تعالوا ناخد بس examples تانية من التوبيك ده علشان نوضح الفكرة أكتر. تطبيق بقى، إحنا كده المفروض فهمنا، نشوف بقى التطبيق. بصوا هنا قال إيه؟ exactly the same as each other، يبقوا زي بعض بالظبط. exactly the same as each other. بصوا هنا قال ايه؟ African elephants are larger than Asian elephants، بس راح حاطط slightly، يبقى معناها ان الافريكان elephants هم اكبر من الايجيان elephants. يعني حاجة بسيطة. طيب بصوا في الاكزامبل اللي تحتيها، elephants African elephants ears are usually bigger than the Asian elephants. هو ودان الإليفانتس الأفريقية أكبر من ودان الأفيال الآسيوية. أوكي يعني bigger، بس مش أكبر، حاجة بسيطة، أكبر بكتير. يبقى أحط قبليها far bigger، far bigger. تمام. طيب هنا برضو في آخر example تحت يقول لي إيه؟ they are almost as big as the male، هم كبار زي الميل بالظبط. as big as يعني كبير زيها، لا مش زيها قوي، في فرق بسيط برضو. اروح حاطط almost، almost as big as. اوكي ده كده تطبيق اهو على examples من الليسن اللي احنا اخدناه. اوكي تعالوا بقى ايه نعمل زي summary كده للموضوع. يبقى احنا كده عندي كم كلمة؟ كلمة exactly، exactly و almost، slightly و far. هما دول كده الكلمات اللي عندنا. exactly بتيجي مع مين؟ exactly the same as، عشان أقول زيها بالظبط. بس ناخد بالنا من حاجة، لو هحط هنا حاجة يبقى هتكون noun مش adjective. مين اللي بيجي معاها الadjective؟ اقتربت. as as، احنا متعودين ان في as، ها as 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 بقى هي اللي بيجي معاها مين هنا؟ as as بيجي معاها adjective هنا، معناها ان ده زي ده بالظبط، ده زي بعض، زيه بالظبط. اوكي بس لو كان زيه بالظبط كان استخدم exactly، ولكن هو عشان زيه تقريبا، زيه تقريبا، فحطيت almost as adjective as. طيب لما يكون حاجة أكتر أو أقل هستخدم زي ما اتفقنا، مثلا كلمة لو حاجة أوضح أو كده هقول عليها clearer، مثلا حاجة مثلا أغلى هقول عليها more expensive. ولكن علشان أوضح إن الفرق هنا مش كبير، يعني هو مش أوضح قوي مش أغلى قوي، أروح حاطط قبليهم slightly. طيب نفس الكلام لو هم clearer أي comparative أو more expensive، بس الموضوع هنا بقى أوضح كتير، يبقى far cleaner، أغلى كتير، تبقى far more expensive. هو ده كده السمري بتاع الاسم باستخدام exactly، almost، slightly، far.
هو ده كده الليسن باستخداماته دي، طبعا مهمة جدا، هي تعتبر الليسن كله زي ما احنا عايزين. اوكي، اتمنى ان هو كده يكون سهل، نكون فهمناه بشكل كويس بشكل واضح، ولو عندنا اي questions اسألوني فورا. Thank you so much.